يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إطالة شعر الرأس بالنسبة للرجل هل هو من السنة أم ليس من السنة؟ وهل ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله قال لو كنا نستطيع أن نحافظ عليه لتركناه؟ من أطال شعره على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يعرف السنة وأطاله بناء على سنة الرسول وعمل فيه مثل ما يعمل الرسول فهذا سنة. أما من أطاله اقتداء بالكفار اقتداء بالفساق واقتداء بالمبتدعة فهذا لا يعتبر سنة. العبرة بصفة الفعل، الذي يعرف سنة الرسول ويطبقها هذا السنة. أما الذي لا يعرف سنة الرسول وإنما يشوف الناس عليهم شعور وعليهم رؤوس طويلة ولا يفرق بين السنة والعادة هذا لا. نعم.